Ben Akos Bey, Şoca Erkada. Adımla ne oldu? Ben Akos Bey, Zadir Ayn, Sipahtı ve Zilay Bulvar. Hul Masla Hanı Kutlay Bekledi. Darabı Çin Ufki, Hava İlham Dövüne Tıkosat. Bimağda Hanı Ucana Kayda Tıkbirli İktifakiye, Zilya, Rıca Ali Hanı Sistemi, Ala Hava İlham Dövüne Tıkosat. Dövüne Tıkosat. بمعنى أن المشكلة القدر بقدر ما هو مشكلة القوانين التي يجب عليها أن تدرس بشكل صريح لا سيما والتي نقلت نيويورك سنة 1958 دعا جميع الدول المصادفة على الاتفاقية إلى تعديل القوانين الداخلية بشكل يتماشى مع القواعد الموضوعية الدولية. في تفاعل مع النقاش الزميل الدكتور سعد باهيتي حول دور القضاء في تفعيل اتفاقية منظمة التحكيم ونقاشه في حالات التحكيم التي يكون كلا طرفيها الشركات او اشخاص خواص. اضيف الى ذلك ان الامر يزداد تعقيدا عندما يكون احدى طرفي النزاع شخص من اشخاص القانون العام او دوله بانه قد تقع احيانا ان تتحجج هذه الدوله بمبدا السياده في رفض تنفيذ احكام التحكيم التجاري الدولي. وهنا سيطرح التساؤل، هل من المقبول ان تبقى تلك الاحكام التحكيميه الدوليه عديمه الجدوى؟ ثاني شيء الا انها صدرت ضد الدوله باعتبار مفهومها الكلاسيكي ان صاحبات السلطه والسياده. اتفاقيه نيويورك واضحه اعتبرت ان مبدا السياده لا يخص الا الانشطه العامه او العموميه. اما احكام التحكيم التجاري الدولي فانها تصدر عاده فقط في الانشطه الاقتصاديه والتجاريه التي ترتبطها مع الشركات. بمعنى انه لا يجوز للدول الاحتجاج بمبدا السياده خصوصا عندما يكون التحكيم التجاري دوليا، لان هناك مبادئ معروفه في القواعد المقرره الدوليه، مبدا عقد شريعه المتعاقدين، عندما تصمم دوله عقدا مع خواص فانها تنزل منزله ذلك الشخص الخاص. هناك ايضا مبدا التنفيذ او ضروره تنفيذ الالتزامات بحسن نيه، ومبدا ايضا قوه الشيء المقدر. شكرا.